التالي نسمع عن التالي. نعم، وهو عامل عمر الناس، تطبيق عملي من عمر بن الخطاب اللهم ارض عنه. عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. إذن قد يساهم صاحب الأرض بماذا؟ بالبذر، فعندها الناتج يكون على إيش؟ على النصف، أكثر من الثلث والربع. بينما إن أنتم أتيتم فتقل. إذن هذه ما سميناه تكاليف الزراعة. طيب من وصل هذا المعلق؟ من وصله؟ ما في حدا؟ تفضل. وصله ابن ابي شيبه بالجزء العشرين صفحه 57 و500 رقم 71 و100 و38 الف. قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد ان عمر اجلى اهل نجران اليهود والنصارى واشترى بياض ارضهم وكرومهم، فقال ان عمر إنهم جاءوا، قال عمر إنهم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس، ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم على الكرب أن لهم الثلث، ولعمر الثلثين. نعم، لكن هذا شو ماله الإسناد؟ مرسل. طب في طريق آخر؟ تفضل. نعم، انظر. لكن حقيقة كما أيضا رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الرابع صفحة 14 و100، والبيهقي كما قال أخونا في السنن الكبرى الجزء السادس صفحة 35 و100، من طريقين قال ابن حجر، وهذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر. هذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر. إذن فعل عمر رضي الله عنه أنهم إذا جاءوا بالبذر فله النصف، بينما أنتم إن جئتم أنتم بالبذر فأنا أقبل الثلث، أقبل الربع وما شابه. أذان، نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.